طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هتكلم على unexpected scenarios in some cataract cases. طبعا كل سنة طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا. اوكي، طبعا احنا عارفين كاتراكت كيسز زي ما دكتور احمد فايز تفضل في المحاضره الجميله، ودكتور روان كمان. كاتراكت كيسز هي من اكثر الحالات اللي احنا كلنا بنستمتع واحنا شغالينها. كلنا بنحب نشتغل حالات كاتراكت فاريبل، كاتراكت دنسيتيز، كاتراكت فاريبل ديفيكولتيز، وبنستمتع كل ما يكون عندنا تشالنج اكتر، كل ما بنكون مستمتعين اكتر واحنا شغالين. طبعا الكاتراكت زي ما احنا عارفين على حسب الورلد هيلث اورجانيزيشن، كاتراكت از ليدنج كوز اوف ذا بلايندنس اند فيجوال امبيرمنت. حوالي 47% او يوصل 50% من الحالات. حتى في الريسيرش اللي عملته ال WHO اللي هو فيجن 2020، ان هو الكاتراكت كيسز هيبقوا حوالي 40 مليون كيسز في سبب البلايندنس في 2020. زي ما قلنا وهو accounts for 50% of blindness في الافريكان والايجن كانتريز. في 2017 اتعمل 3.8 مليون كاتراكت سيرجريز في اليو اس. عشان كده طبعا the most popular surgery, the most common surgery, it's done by all general ophthalmologists or cataract surgeon. So I think ان هو من الأهمية بالمكان ان الواحد دائما يكون عنده يكون حريص جدا في ال pre-operative assessment وال inter-operative وال post-operative. وده اللي أنا هتكلم عليه، هتكلم على some unexpected scenarios حصلت لي في الريل لايف. بعضها كان سبب ان انا ما كنتش مجهز كويس حقيقة، وبعضها من البيشنت ايشو، وبعضها out of my hands، يعني لا انا ولا البيشنت. تمام، فانا هتكلم على بعض البوينتس المهمة، واسمحوا لي ان انا هكون شوية هتكلم بيزك. طبعا السناير يمتنعون يعني. لازم طبعا في حاجات معينة لازم تنور معايا لما أكون باخد الهيستوري من البيشنت. زي مثلا أهم حاجة في البيشنت الايدج، واحنا بنسأل واحنا بنشوف الكاتراكت كيس عشان نحدد ايه سبب الكاتراكت. لأن مش طبيعي في young patient، أو يعني it's not common to have a cataract in a young patient. تمام، فعشان كده لو في cataract young patient لازم حاجات معينه تنور معايا، لان ممكن يكون تروما، ممكن يكون هل هو دايبيتيك، هل هو برونكيال اسما، كرونيك ستيرويد يوزر، هل هو يوفيتيس كيس يعني، او وات ايفر. فلازم ناخد فيري ثورو هيستوري من البيشنت اللي هو اليونج بيشنت، خاصه لو بيشنت في يونيلاترال كاتراكت. دي حاله انا شفتها اول ما اشتغلت هنا في السعوديه الحقيقه، وطبعا كانت حاله بالنسبه لي miserable. ده 32 year old patient، ده كان ولد يمني عنده 32 سنه، بيشتكي من defective vision في الرايت اي 3 years ago. ما فيش اي systemic illness، لا diabetic ولا hypertensive ولا bronchial asthma زي ما اتفقنا، ولا تروما ولا اي حاجه. خلاص شفت ال best corrected visual acuity، وطبعا ده اللي انا عايز اكد عليه في للبيزكس. ان احنا لما كنا نطلع لدكتور جهاد بحاله متأسلها فيجن بس مش معروف البيست كوركتد فيجوال اكويتي للبيشنت ده كام، كان دكتور جهاد النهري ربنا يمسيه بالخير كان يعمل معانا السليم زي ما بيقولوا يعني. فلازم البيست كوركتد فيجوال اكويتي، او على الاقل الفيجوال اكويتي بالبيشنتس جلاسز اللي هي معاه نفسها. تمام، فالبيست كوركتد فيجوال اكويتي كانت 260، وفي الاذر اي كان 66. تمام، الاي او بي كان 18، رايت دنس بسيوسا كابسول كاتراكت. تمام، طبعا مهم جدا البيوبل، لو انت عندك يونيلاترال فيجوال افكشن لازم ان انت تو تيست البيوبل، لانها بتديك كلو لحاجات كتير جدا، من ضمنها لو في بريفيوس اوبتيك نيرف انسلت
او حتى في الريتينال ديتاتشمنت لو انت مش شايف كويس وما عندكش بي سكان انت غالبا لو عندك توتال ريتينال ديتاتشمنت وخاصه لو اول ديتاتشمنت غالبا البيشن ده هيكون عنده ريليتيف افرنت بيبيلري ديفكت. تمام. كمان حالات التروما ممكن تظهر لو في عندك سفنكتر رابشر بيظهر جدا في الاكزامينيشن عندك زي ما احنا هنشوف في الصوره اللي هتظهر دلوقتي. تمام. اللي عليها السهم دي زي ما احنا شايفين السفنكتر رابشرز ظاهره جدا في الليفت سايد اوف ذا بيوبل. بعد كده الفندس كان في البيشنت ده كان هاردلي سين، بس طبعا البيشنت ده ما كانش عنده سفنكتر رابشر، هي صوره البيشنت هي نفسها هي اللي فوق دي. كان عنده جاست بسوس كابسول كاتراك، الفندس هاردلي سين بس الريتنا فلات والبي سكان تمام. تمام. ده بسوس كابسول كاتراك خلاص انتهى الموضوع، بسوس كابسول ايزي سيرجري، ده بسوس كابسول. تمام. دخلت مين انسجن، بعد كده الممرضه قالت لي شوف السيتنجز على الفيكو ماشين، ببص على السيتنجز عشان اظبط السيتنجز مع بعض. باك تو ذا سيرجري لقيت الاي سي فول بلاد، طبعا الدكتوره روان حرقت لي الحاله دي طبعا. فبدات افكر هل هي نيو فيسلز جايه من الايريس وانا اوفرلوكت ديورنج اكزامينشن، هل سببها بي دي ار، سبب الموضوع ده كان عنده البيشنت كان عنده سي ار بي او، ولا من الانجل هل هو سببها فحص هيتيروكرومك يوفيتيس، ولا جاي من فروم بيهايند ايريس، ولا في ايريس ليجن فاسكولايز ايريس ليجن. بقيت طبعا لان انا رحت على الفيكو ماشين ورجعت لقيت الاي سي مليان بلد. تمام. بس الاي سي ما كانش شغال والبريشر از اوكي. طبعا اي بريشرايزد ذا اي سي ويز فيسكو الاستيك زي ما الدكتور احمد قال دونت بانيك، اي بريشرايزد ذا اي سي ويز فيسكو الاستيك ويتد فور 2 مينيتس وش فيسكو الاستيك اجين بلد. تمام. بس السورس خلاص عرفت هو جاي منين، جاي من الانجل. تمام. بليدنج وقف، انا قررت ان انا احط سوتشر وان انا بوستبون السيرجري. طبعا ممكن يكون ناس كتير تختلف معايا في القرار ده، انا اختلفت مع نفسي في القرار ده. بعد ساعتين بالظبط لقيت دي الهايفيما سيتل داون وشفت عملت جونيوسكوبي. طبعا انت فتحت الاي سي عشان ما تعملش اي ديسربشن للوند، انت ممكن تستخدم الجونيولينس اللي هي سمول دايمتر اللي هي الهاند هيلد على الكورنيا وذاوت فيسكو الاستيك او ذاوت كابلنج ايجنت. تمام. فشفت زي ما انت شايف كده السورس اوف هيموريج جاي من الانجل. طيب وبعدين I discharged the patient، حطيته على steroids antibiotics anti glaucoma fox uveitis وفولو اب جيفن. تمام. شفت البيشنت بعد كده بقى في الفولو اب، طبعا حاله لا ترحم، شفت فيها كل الساينس اوف fox uveitis، يعني مالكش حجه زي ما انت شايف كده dispersed كي بيز all over the cornea بصيص الكبسول الكاتراكت، زي ما انت شايف الايريس يعني lighter light iris color with some sort of atrophic patches. تمام. وادي الاي الاذر اي طبعا darker than this eye، لما حطيناهم جنب بعض زي ما انت شايف واضحه جدا جدا ان في iris heterochromia، الرايت iris كان a bit atrophic، وادي حتى الكوبيني ديول في نفس الحاله. فخلاص شفت طبعا حالات كتير جدا بعد كده، بس انتظرت ان يحصل بليدنج في اي حاله منهم، ما حصلش اي حاله منهم بليدنج الا الحاله اللي انا ما توقعتهاش. بس انا اتعلمت منها كتير جدا، حاله فوكس يوفيتيس يو شود اكزامين يور بيشنت فيري ويل فروم ذا ايليد تو ذا بوستيريور سيجمنت. عملت ست حالات بعد كده كاتركت كان معاهم فوكس يوفيتيس، بس ولا حاله منهم حصلت، وكان طبعا كنت كونفيدنت في رمضان صبحي كده، بس ولا حاله منهم حصل فيها بليدنج بعد كده. حاله منهم زي ما انت شايف نفس الحكايه ايريس هيتروكروميا ودي تويكس فيسلز في الانجل كي بيز. طيب دي بقى كل حالات الفوكس يوفيتيس يو هاف تو تيك ا كيرفول هيستوري اوف انتي جلوكوم ميديكيشنز، ده من ضمن الهيستوري المفروض تاخده من اي بيشنت، هل هو على اي اوكلر ميديكيشنز ولا لا. Examine your patient thoroughly, visual acuity, IOP, back of the cornea,
gonioscopy, Dubie scan in case of dense cataract, and OCT macula to exclude cystoid macular edema. You have to counsel your patient about the post-op spikes of intraocular pressure. وطبعا لو في اي سبب تاني للديفكتيف فيجن that might be behind the cataract, the vitreous opacities with cystoid macular edema. والمسج من برضو الحالات دي ان مش كل حاله فوكس يوفيتس هيحصل منها بليدنج لما تفتح الانتيريور تشامبر. طيب نرجع للسلايد بتاعتنا تاني. زي ما قلنا اول حاجه بنسال عليها الايدج اللي هو يونج. سبب الكاتر اللي هو بنعرف منه ايه سبب الكاتراكت في اليونج بيشنت. لازم تتكلم مع اليونج بيشنت على الفيجوال نيدز, يعني يعني البيشنت طبعا دلوقتي معظمنا بيشتغل على طول النهار على الموبايل فونز وعلى او الناس اللي بتقرا. فلازم تبقى معرف البيشنت ان انت بعد العمليه هيحصل لك لوس اوف اكوموديشن وهتحتاج جلاسز, او تعرض عليه الاوبشنز زي المالتي فوكال اي او الز لو هو اف هي كان افورد. الاولد بيشنت طبعا ليهم كل الاحترام برضو, تاخد ميديكال هيستوري كويس, تاخد سيرجيكال هيستوري وتساله عن هل هو عمل لو كان عمل كاتراكت في العين الاولى اللي هي سكسسفول سيرجري هتحس فيها بين, لان بعض العيانين عندهم very low pain threshold. انا شفت عيانين قبل كده حطيت لهم لوكال مره واثنين, وحط لهم توبيكال, حط لهم سبتينون, ما ينفعش معاه في الاخر غير ان انا دخلته جنرال انستيزيا. تمام, لازم ان انت تو ديسكاس مع البيشنت الانستيزيا بتاعتك, لان في ناس يعني انا شفت واحد لا انساه برضه جالي في مره قال لي انا مش خايف من اي حاجه غير من ابره البنج. فعرضت عليه توبيكال انستيزيا وهو كان very cooperative والحمد لله مشيت الامور كويس. وطبعا ما تنساش ان انت تسال على موضوع ريفكتيف سيرجري, لازم تسال عليها وتعمل ستريس عليها وتفهم البيشنت وتخوفه ان ممكن العدسه يطلع مقاسها غلط بعد العمليه, لان بعض الناس بيكونوا عاملين بي ار كي وانت ما ظهرش قدامك اي حاجه في الاكزامينشن لا فلاب ولا اي حاجه, فيحصل لك ريفكتيف سربرايز بعد السيرجري. الاوبيزيتي طبعا وما ادراك ما الاوبيزيتي, عملت انا بعض الحالات اللي كانت very morbid obese وليها precautions معينة أكيد الناس كلها عارفاها. لازم تسأل عن ال history of systemic diseases, تعمل stress على كل واحد فيهم, مش بس تقول له أنت عندك أي مشكلة صحية بتعاني منها ولا لا, أنت لازم تقول له أنت عندك diabetes لا ولا لا, عندك hypertension ولا لا, في ischemic heart disease, أنت على anticoagulants, أنت bronchial asthma, benign prostatic hyperplasia, روماتويد ارثرايتس. انا شفت اكثر من حاله حصل فيها كورنيال ميلتنج بعد كاتاركت سيرجري لحالات انكنترولد روماتويد ارثرايتس بيشنتس زي ما احنا شايفين, ده الريفراكتيف سيرجري لازم نسال عنها. طيب بمناسبه السيستميك ديزيز, دي الحاله دي كانت اخر حاله في الليسته, ودي كانت حاله الريزيدنت, والمفروض ان انا كنت يعني بحاول بساعد الريزيدنت خلاص. فكنت واقف جنبه, البيشنت ده ما عندوش اي مشاكل خالص, عن دنس كاتراكت في العين, ميديكال فري بيشنت, المفروض ان هو ميديكال فري, كل حاجه كان اوبيز بيناي هايبربليزيا على فلوماكس, بيبل ميد دايليتد, والبيشنت كويت ما فيش اي مشاكل خالص. بعد الكابسول ريكسس لاحظت ان البيشنت بدا يبقى ديستريست وحاول يشيل الدريب, بس الاكسجين ساتوريشن كان 98%. كلمت الانستيزيا دكتور قال لي ان هو ما عندوش مشاكل خالص. المهم انا اخذت الحاله والحمد لله خلصت في مينتس, وانا سامع الكريبتيشنز اللنج كريبتيشنز بتاعت العيان وانا شغال. للاسف كان حاله سيئه جدا جدا. شلت الدريب, شفت البيشنت ساينوزد والوت اوف سويت على الفيس. تمام, كان حاله كونجستيف هارت فيلير. البيشنت ما قالش لان هو قبل كده تأجل من كذا من أكثر من مستشفى بره, ففضل إن هو ما يقولش. وفي نفس الوقت الفيزيشن اللي هو بيعمل البري أوبرتيف بريبريشن ما ديد نوت بيك أب ذا كيس. فدي حالة لازم تعمل ستريس على السيريوس سيستميك إلنس وايل تيكينج ذا هيستوري. نرجع للسلايد زي ما قلنا, الإيدج, يونج, أولد, الأوبيزيتي, السيستميك ديزيزز, المنتل هيلث, ده مهم جدا. حصل معايا حاله برضو, انا للاسف انا حصل معايا شويه حالات كده كلها معلمه معايا بصراحه. يعني المينتال هيلث, جات لي بيشنت كان عندها 70 سنه, ميديكال فري فيميل, للاسف لوس اوف فيجن ان ذا اونلي سينج اي, كان هي سنجل اي بيشنت, هاند موشن,
other eye lost due to complicated cataract surgery. لازم تسأل other eye how it had been lost. يعني هل هي سببها complicated surgery ولا سببها ولا هي من childhood؟ لازم تسأل على الموضوع ده كويس جدا لأن ده هيديك clue إيه اللي حصل. The patient very quiet, did not talk too much. لدرجة أنا فكرت إن هي deaf mute. بس ال relatives denied قالوا إن هي عادي ما فيش مشكلة خالص, هي بس دائما quiet بالشكل ده على طول. Sent for dilation biometry, B scan. تمام خلاص white cataract. Not so hard, not intermittent, good dilation, clear cornea, retina in place by B scan. خلاص. But the patient still is not talking at all. Only yes or no answers. خلاص. During local anesthesia, the patient feels some pain, still normal, no problem. When I put the drip, she started to shout, but with some reassurance, she is quiet again. When I punctured the capsule, خلاص, no way to go back. Thanks to the capsule for Rex's formation, she started to shout and cry loudly. قعدت تصرخ تمام وبرجليها وبايديها وتتحرك راسها. Started to hold the drape to remove it. انا مش فاهم ده كله ليه. اوقف شغل واسالها في اي مشكله عندك, تقول لي لا. تبقى very quiet فعلا. ابدا شغل تاني, تبدا فعلا تصرخ نفس الموضوع. المهم فانا كلمت الاسيستنت من other rooms, خليت حوالي كان معايا 7 اسيستنت, كل واحد ماسك رجله واللي ماسك ايده واللي ماسك راس, لحد ما انا باي ميركل الحمد لله يعني خلصت الايه, خلصت السيرجري. انا ما اعرفش حتى الان هي خلصت ازاي بصراحه يعني. المهم تاني يوم بشوفها الحمد لله الايولين بليس. انا طبعا خلصت وشلت وما اعرفش انا عملت ايه. الايولين بليس الفيجن امبروفد وسبحان الله كانت هي يعني هي كانت كوبراتيف ان هي تريسبوند للكاونتنج فينجرز بس يعني. فهيرس انا ابولوجايزد ان هو خبى مني تقرير ان البيشنت عندها مشكله ان هي شيزوفرينيك. فده انا اي واز شوكت بصراحه, ودي من ضمن الحاجات اللي انا لا انساها. فالمنتال هيلث, يو هاف تو ستريس اون ذا منتال هيلث اوف ذا بيشنت, يو هاف تو توك تو يور بيشنت, يو هاف تو بيك اب اف ذا بيشنت از ديبرست, از هي از نوت منتالي هيلثي. لان هو بعض الناس حتى اللي على انتي سايكوتيك بيكون بياخد ميديكيشنز وهي تكون هي سبب الكاتراكت, فانت لازم تاخد هيستوري كويس. سلايد تاني اللي انا بعمل ستريس عليها, سيستميك ديزيزز منتال هيلث الكومبلين. البيشنت المريض بيشتكي من ايه؟ طبعا لازم يو هاف تو ريسبكت ذا كومبلين اوف يور بيشنت. يعني حتى لو عنده كاتراكت, انت شايف كاتراكت بس ممكن يكون ده مش هو المشكله اللي عنده, ممكن يكون بيشتكي من حاجة تانية زي ما هنشوف في الحالة دي. دي patient female عندها 59 سنة, presented to one of our colleagues, diabetic hypertensive, diagnosed with cataract in both eyes, post corrected visual acuity 6-12, bilateral nuclear cataract, posterior segment normal, underwent uneventful phaco surgery in both eyes, 1 month post-op, it's okay. She came to me with clear cornea, IOL in the bag, posterior segment normal, 6-6 vision, patient is unhappy. ليه؟ يعني أنا كانت بتشتكي من watery eye. دي كل مشكلتها في الحياة. كان شايفة 6-12 بس كانت happy. دلوقتي شايفة 6-6 بس the same complaint. يعني بتشتكي من watery eye. معلش أنا هعمل بس stop sharing للسكرين عشان أنا أشوف الفيديو, لأن أنا للأسف معرفتش احط الفيديو في ال مش عارف واضح الفيديو ولا لا. تمام يا دكتور اسلام. سين دكتور نعماني. تمام يا دكتور اسلام واضح. دكتور نعماني شفت did you see the video? Yes دكتور اسلام. خلاص يعني مع البوزيتيف كان في بوزيتيف ريجيرج مع الكومبريشن على ال على السك. You have to respect the patient's complaint, ولازم تعالج البيشنتس complaint, مش اي حاجه, مش اللي انت شايفه. تمام. ااا
نرجع تاني. انا اامل ان انا ما اكونش بس طولت. البيشنت كومبلين، بعد كده نبص على الجلوب. كل ده انا ما لسه ما عملتش اي اكزامينشن خالص. سانكن زي الحاله دي انا شفتها، سانكن جلوب فروم ذا ستارت. تمام. الاكزامينشن اوف ذا بيشنت، لازم تعمل اكزامينشن فيري ثورو اكزامينشن فروم ذا ليد تو ذا بوستيريور سيجمنت زي ما احنا اتفقنا. زي ما انت شايف كده وي هاف يو هاف تو اكسبكت مالتيبل ساينس. زي ما انت شايف هنا في تيوب سيليكون تيوب بعد دي سي ار، وفي بليب والبليب انسيستد وفيري ثين، وعندك بي اي وفي كاتراكت وفي ميد دايليتد بيبل. يو هاف تو put it all in one basket and you have to manage the patient as a patient, not as a lens. So this is very important. This patient also again was scheduled for cataract surgery by and she came to me this case before I found vitreomacular. Whenever you have any abnormal fovea reflex from your patient, you have to order OCT. Then expect the complication, and you have to accept the complication. If no complication, you are not working, you are not doing anything. So you have to accept the complications. This patient, I finished already, as you see, the cataract, IOL in place. Just I wanted to hydrate the wound. Then the cannula, it was the cannula actually for the viscoelastic. So it was blocked and it went as a bullet behind the IOL. So it created very long, a very large posterior capsular tear, vitreous in the AC, and the case started at the moment. And I did anterior vitrectomy and reversed optic capsule in this patient. And I cannot also forget this case. I learned from those cases to secure the cannula when the nurse is giving it to me. As I said, be ready for complications. خلاص انا قربت اخلص. عندنا patient تاني, the 54-year-old patient, diabetic hypertensive, can 636, testicle corrected 6-9, build glasses, but he's refusing to use glasses. وعند nuclear cataract, the refraction can plus 4, hypermetrope, IOP, 20 millimeter mercury, عند nuclear cataract, gonioscopy, عند grade 2. وما كانش عنده peripheral anterior synechia, OCT optic nerve head كان normal, وعنده mild non-proliferative diabetic retinopathy. طبعا في articles كتير عن موضوع role fake emulsification في ال short eye أو في الأنجل كلوجر الجلوكوما. فأنا عملت له العين الأولانية, طلع الحمد لله بعدها 6-6 vision, uncorrected visual acuity, IOP became like 16 this eye. 1 week later, he decided to do the other operation, but done by one of our colleagues. 636, uncorrected visual acuity, unfortunately. Second day post-op. The other PCR, residual lens matter in the bag, vitreous in the AC. Was an intervention by the second surgeon. I did limited anterior vitrectomy, removal of the residual lens matter, and I did IOL repositioning. One week later, 6-9 vision, the 6-18. I was surprised that the patient, I expected that he would have like cystoid macular edema or something because it's complicated surgery, but I found sudden altitudinal field defect. This is a complaint of the patient, and that's his diagnosis. Non-arthritic anterior ischemic optic neuropathy in this eye, sectoral optic nerve head swelling, as you see. So to the end, you have to accept the complications, which sometimes are out of your hands. وزي ما احنا شايفين هنا في articles arthritic neuropathy after cataract surgery. Last case, the patient, visual acuity hand motion, severe stromal edema, the post-cataract, post-phaco, AC cyst,
written in place by B scan uneventful according to his surgeon. No improvement on frequent topical steroids and hypertonic saline at this stage. You have to accept that there is complication and you have to another stage of the management. But I sent him for this anterior segment OCT. I found this mid detachment, and this is the reason for stroma not improve in this. So the take home message of my lecture, it has to be through digging for the history and science. يعني الهيستوري والساينس مش هيقول لك حد عندك, لازم انت to dig for the history والساينس. A cataract case is not the lens but the whole patient. Don't pin the completely in the patient's history and examine your patient carefully. And confidence is a good thing provided you have done your job meticulously. And no complaint means no practice. We will learn to the end of our life. مش هنسى ابدا رود الفرج وناس رود الفرج وحبايبي كلهم دكتور جهاد الناهر, ربنا يبارك له ويحفظه ويمسيه بالخير. الناس اللي انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم, كل الشرف لينا دكتور اسلام ودكتور جهاد الناهر الانسان المحبوب كما دكتور نعماني. وشكرا دكتوره ولاء طبعا جميله اللي اخذت لنا الصور الجميله دي. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا دكتور اسلام. هو الحقيقه بس انت يعني في كام سؤال كده هنرد عليهم قبل ما نبتدي الديسكشن. دكتور احمد علي بيسال does gradual shallowing في الانتيريور تشامبر بيمنع البليدنج في حالات الفوكس هيل كرونيا يوفيتس؟ تاني معلش. الجراديوال شالوينج في الانتيريور تشامبر prevent the bleeding in case of fox uveitis. Gradual shallowing. بالظبط. لا ملهاش اي علاقه, انا بس تخيلت ان ممكن يكون البلاد جاي فروم بيهايند, يعني تخيلت ان ممكن يكون حصل اي بليدنج فروم بيهايند وهو اللي عمل شالوينج في الاي سي. انما انا اتكلمت ان انا عملت بريشرايزنج الاي سي بالفيسكو الاستيك ده عشان ان انا اوقف البليدنج بس كهيموستيزيس يعني. تمام. هو بيسال برضه هل منتال ريتارديشن از ان انديكيشن اوف جنرال انستيزيا؟ ديفينتلي طبعا اكيد. تمام. بروفايد طبعا ان هو تكون الجنرال كونديشن تسمح بالجي اي طبعا. بالظبط. يعني مش هموت البيشنت عشان اعمل له كاتركت. بالظبط. نشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام. ولسه انت معانا ان شاء الله في الديسكشن الشيقه جدا اللي هتبتدي.